مي طبعا صباح الفل عليكي صباح في برنامج يعني 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي، وانت التايتل بتاعك مغامره ومتسلقه جبال. علشان ابقى مغامره ومتسلقه جبال تحديدا او اختار حاجه زي كده لازم تكون في شخصيه معينه، تركيبه معينه عندي، مش اي حد بيبقى كده صح؟ ممكن نعرف الاول عنك وايه قصه اصلا حبك للمغامره وتحديدا تسلق الجبال، لان هي مش حاجه سهله برضو. هي مش حاجة سهلة، هو فعليا لما بنحاول نشبه أي حاجة صعبة تشبيه مجازي بنتكلم بنقول ده بيطلع جبل. لا هو أو لا حد قوي بنقول لك يا جبل مثلا. لا ده جبل بقى بجد، مش مش تشبيه ولا مجازي. مش حاجة درجة قوي للبنات عموما فكرة تسلق الجبال. يعني بص، هي البصة دي كفاية. اوعي تخلي الكلام ده يأثر على نفسك. ما تاخديش في بالك، انا بس بتفك معايا في الكلام، مش والله العظيم حساسيه مفرطه تجاه الكلام. انا مش هرد يعني هي قامت بتهيألي الاجابه وسخه كده. جمله ست 100 راجل ما بتحبهاش اصلا. والله المهم اتفضل. طيب بص هقول لك على حاجه، فكره ست وراجل الفكره دي انا مش معترفه بيها ولا مقتنعه بيها قوي. يعني هو ده تصنيف فيسيولوجي مش اكتر منه. صح. انما اي حاجه بيعملها الراجل تقدر تقوم بيها الست، واي حاجه بتعملها الست يقدر يقوم بيها الراجل. لا، وفي حاجات كتير الست بتعملها الراجل ما يقدرش يعمل ربعها. بالمناسبه يعني لو اتعلم واتدرب هيقدر، هحاول يعني ويمارس هيقدر. حتى الحاجات اللي هي سبحان الله طبيعيه فيها حاجات زي الحمل وامور معينه. القديمه انا بقول لك دي اشياء فيسيولوجيه بقى. تمام، قصدي اقول لك ان في الام حتى معينه الست بتستحملها. ده حقيقي، الستات اقوى في التحمل بشكل قوي جدا. يعني الستات بتتحمل الالام عشان في موضوع الولاده تقريبا ده من اقوى الالام اللي في الدنيا. برضو ان تسلق الجبال مش دارج قوي في مجتمع البنات، او على فكره هو مش دارج. هو ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هو مش دارج، هو كيميائي تسلق الجبال مش كتير قوي. بس خلينا نستعمل كلمه صعود الجبال، لان مصر ما فيهاش جبال بمعنى التسلق، كلها معظمها بتطلع. ان في فرق ما بين الطلوع والدروب والطرق وما بين التسلق اللي بتستخدم له ادوات وحاجات تانية. تمام، فهي الفكره ان الموضوع انا بعمل الاثنين. هي الفكرة ان زي ما نهوان ابتدت وقالت، هو الموضوع محتاج شخص منتاليتي الاول وشخصية مختلفة. انا من وانا طفلة وانا مش بخاف، ودي اهم حاجة في المغامرة بشكل عام مش الجبال تحديدا، انما انا ودي من عند ربنا، انا مش بخاف من اي شيء وبحب اجرب. يعني ما تمسكيش ده عشان ليه كده يعني. امال وانت طفله كنت عامله ازاي لما يعني امي الله يرحمها تعبت معايا قوي. انت برج ايه؟ الثور ولا ايه؟ الحوت. طب الحوت ده غلبان. لكل قاعده شواز بقى. يعني هو لا، هو غلبان برضه، رقيق وطيب ورومانسي وبياخد على قلبه وحاجات كده، بس ده يعني عارف اللي هو ناشف من بره وطري من جوه. دافع الجرأه ده بيبقى فضول مثلا، عايزه تاخدي التجربه. لا يعني عارف اللي هي هو ممكن يكون فضول او حب التجربه. حب التجربة، أنا بحب أجرب كل حاجة غريبة. يعني كل الناس مثلا تقول لك الناس بتخاف من المجهول، لا أنا المجهول بيستفزني، بحب أعرفه. يعني ما أحبش يبقى في حاجة غامضة قدامي، لا أنا عايزة أعرفها. يبقى هو الفضول على فكرة أيا كانت هي إيه يعني، which is إن أنا باحث علمي أصلا، أنا دكتورة وكده، فاللي هو في حاجة غريبة لا أنا عايزة أعرف دي بتتعمل إزاي. طب لما كان يجيني لعبة طب أفكها وأشوفها. حضرتك متجوزة؟ الحمد لله الذي عافانا. ايه اللي جاب السؤال ده في دماغك؟ الحمد لله اللي بس يا مان. طب ليه بالعكس ده هيتسلى جدا؟ يا خرابي، ده بقى كل شعريه على كتف الجاكيت عايزه تعرف مصدرها. تعالى حلل بقى. لا 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 يا حبيبي، يقعد دي هتتنقض ده شعري. طب ايه القذاره دي؟ وحنضف في حاجات يا بابا نسكوت الشعر نقول لك عليها. طب ما علينا، نرجع للجبل. ايوه ايوه. يعني دلوقتي الجبال تحديدا مرعبه، مش بس في فكره ان انت بتتسلقيها او بتطلعي جبال، هي صعبه وليها تكنيك وتدريبات طبعا طويله، لكن في برضو جبال هتلاقي فيها تعابين، هتلاقي فيها حاجات مش لطيفه ان احنا نقابلها. يعني حاجة. لا، هي الفكره في ايه؟ ان دي للاسف في مفاهيم كتير مش صحيحه سايده بين الناس. تمام. يعني فكره التعابين والحاجات دي والكلام من ده كله، هي التعبان كائن اليف عكس الناس. اليف ايه بقى؟ ده انا اكتر حاجه بخاف فيها من حياتي. هاتي اسد قدامي بس ما تحطيش تعبان جنبي، تخيلي. ما انا بس هقول لك على حاجه، هو التعبان والله كائن اليف. اولا التعبان مش بيأذي،
غير لو احنا استفزناه عشان يأذي. تمام؟ يعني تعبان معروف ان يسيبه في حاله هيسيبك في حالك. فعلا؟ ده فعلا. اولا احنا مش من السلسله الغذائيه للتعبان. ثانيا سم التعبان بيتكون في فتره طويله، يعني ليه التعبان بياكل مره كل اسبوع؟ على ما سم على ما السم بتاعه يتكون. فاكيد انه لو ضيع السم بتاعه عليا او عليكي فهو ده معناه انه هيموت من الجوع. فهو ما بياكلناش عشان كده يعني. فهو مش بيأذي عشان كده، بس ايه اللي بيخليه يأذي؟ الخوف. هو خايف منك مش انت اللي خايفه منه. بس انت قابلتي حاجات زي كده ولا اصلا حصلش؟ لا بصي كانت مرات قليله جدا في اماكن بعيده مش معتاد ان الناس تروحها او تشوفها، اما الاماكن العاديه فهي سيف جدا وامان قوي وبلاش نخوف الناس منها. لا لا تمام.